بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. رسائل ثلاثة عظيمة جدا جاءت في صورة عتاب من الله رب العالمين. يلا بينا نشوف العتاب ماذا فيه. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ مرض عبدي فلان فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. العتاب الثاني: يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. العتاب الثالث: يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. في رواية أن هناك عتابا رابعا: يا ابن آدم، استكسوتك فلم تكسني، كيف أكسيك وأنت رب العالمين؟ استكساك عبدي فلان فلم تكسه، أما إنك لو كسوته لوجدت ذلك عندي. عتاب لطيف من الله رب العالمين لبعض عباده، لبعض الناس، لتقصيرهم في حق بعض الناس. لما احتاجوا منهم الزيارة في المرض جبر الخاطر، لما احتاجوا منهم الطعام والشراب، لما احتاجوا منهم الكسوة. الله رب العالمين لما يقول مرضت فلم تعدني، هذا أمر يعود إلى الله تبارك وتعالى، استعارة، استلطاف من الله تبارك وتعالى يستلطف به عباده، أمر وصفة على الوجه الذي يليق بجلال الله عز وجل. والله عز وجل يطعم ولا يطعم. تلاحظ أنه في العتاب الأول لما قال مرضت فلم تعدني، قال له: أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، يعني لوجدت رضاي ووجدت رحمتي. إنما في العتابات الباقية يقول لوجدت ذلك عندي، يعني لوجدت أجر ذلك عندي وثواب ذلك عندي. فواضح إن ده دليل على إن ربنا قريب أوي برحمته وبمعيته وباستجابة دعائه من المريض. سبحان الله، هذه الأمور كلها مرتبطة بجبر الخاطر. فأنت لما بتعود مريض أنت بتجبر خطره، لما بتطعم جائع أنت بتجبر خطره، لما بتسقي عطشان أنت بتجبر خطره، لما بتكسو عريان أنت بتجبر خطره. فالعتاب الأول خاص بعيادة المريض، وقد إيه عيادة المريض فيها جبر خاطر قوي للمريض ورفع لمعنوياته، وهذا يؤدي إلى الشفاء. أنت لما بتروح تعود مريض فيه ملايكة كتير مستنياك، هقولك بتقول إيه، ولكن بعد هذا الفاصل. فاصل ونواصل. ورجعنا لكم تاني. لما بتروح تعود مريض، لو عدت بالنهار ربنا سبحانه وتعالى يخلي 70,000 ملك يستغفرون الله لك حتى يأتي المساء، ولو عدت المريض مساء يخلي 70,000 ملك يستغفرون الله لك حتى يأتي الصباح، وتظل في نعيم الجنة حتى ينتهي الوقت. لو عدت بالنهار تبقى في نعيم الجنة طول النهار، لو عدت بالليل تبقى في نعيم الجنة طول الليل، مع وجوب آداب عيادة المريض. يعني لا تطيل عليه ولا تثقل عليه وتفتح له باب الأمل، وما تذكرش قدامه أبدا حد مات أو حد حصل له كذا من المرض، لا، إنما تفتح له باب الأمل وباب الرجاء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى ويقول له: لا بأس طهور، ويدعو الله عز وجل لهم بالشفاء. يبقى الرسالة الأولى: لابد من عيادة المريض. أي مريض تعرفه لابد أن تعوده وتذهب إليه وتتبسم في وجهه وتدعو الله عز وجل له. الرسالة الثانية: إنك تطعم الطعام. قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه
مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. لاحظت إن البيان الأول أول ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة أول كلمات قالها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينادي أيها الناس، نداء عظيم، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أيها الناس سلام، أطعموا الطعام سلام غذائي، أفشوا السلام سلام اجتماعي، صلوا الأرحام سلام مجتمعي، وصلوا بالليل والناس نيام سلام نفسي، تدخلوا الجنة بسلام لأنك يا مسلم سلام يمشي على الأرض. الله، العتاب الثالث، استسقيتك فلم تسقني، شربة الماء اللي بتسقيها لحد انت لا تتخيل أجرها عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأله سيدنا سعد بن عبادة إن أمي ماتت أفينفعها أن أتصدق عنها، عشان ما يجيش حد يقول الصدقة الجارية لازم تكون من مال الميت وهو اللي عملها وهو عايش. الكلام ده غلط، لأن أم سيدنا سعد بن عبادة ماتت وهو في سفر وكان مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقولوا لها يا أمه ألا توصين؟ قالت بما أوصي ولا مال لي والمال مال سعد. يعني هي ما عندهاش فلوس وما عملتش صدقة جارية وهي عايشة وما وصتش. ولما رجع سيدنا سعد وجد أمه قد توفيت، فراح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي ماتت أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها يا سعد، سيدنا سعد بن عبادة. فسيدنا سعد بن عبادة قال يا رسول الله ما أفضل الصدقة؟ قال سقي الماء. يا رسول الله ما أسرع الخير ثوابا؟ قال سقي الماء. واضح صدقة جارية، والأم ما وصتش والأم ما عملتش. ما حدش يطلع يقول إنه الصدقة الجارية لا تجوز إلا من مال الميت وهو اللي عملها أو هو اللي وصى. الكلام ده غلط، الحديث في البخاري ومسلم من حديث سيدنا سعد بن عبادة. ثلاث عتابات عظيمة جدا معاهم، استكسوتك فلم تكسني، يعني طلبت منك الكسوة، إنك تستر عاريا فيسترك الله، تطعم جائعا فيطعمك الله، تسقي عطشان فيسقيك الله عز وجل، تعود مريضا فينعم الله عز وجل عليك بالشفاء. اللي بيجمع الثلاثة دول جبر الخاطر. الرسائل الثلاثة: عود المريض، الرسالة الثانية أطعم الطعام، الرسالة الثالثة احرص على سقي الماء، إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. أسأل الله عز وجل أن يشفيكم من كل مرض، وأن يطعمكم من كل جوع، وأن يزيل عنكم العطش في الدنيا والآخرة. اللهم آمين.